إيهاب عودا حميدا لبيتك، أنت بتليفون من الكابتن علي زي ما حضرتك قلت في المؤتمر الصحفي لن تتردد في التواجد لقيادة النادي الإسماعيلي في أصعب فترة نقول كروية للنادي الإسماعيلي بعد الظروف الصعبة اللي مر بيها. والله طبعا هي دي يعني في الاول كابتن علي يعني ما اقدرش ما تيجي المكالمه منه من كابتن عماد، دي واحده. تانية ان ظروف النادي حاليا، التالت حاجه ان انا عارف ان شاء الله في لعيبه جيده على الرغم من وقف القيد، ففي لعيبه في النادي اسماعيلي طول عمره جيده، ونامل ان شاء الله نعمل حاجه يعني يبقى تمتد لعدد من السنين، يبقى النادي بيعتمد فيه في الأغلبية على لعيبته يعني إن شاء الله. كابتن النهارده يمكن بداية فترة الإعداد، أنت في موقف لا تحسر عليه، إيقاف القيد ثلاث فترات محدد بقايمة معينة، النادي الإسماعيلي بعت قايمة أولى 29 لعيب لسه ما حطتش البلان للعيبة اللي ممكن تتفاوض معاها إن هي تكمل، أو اللي هي لو فك القيد هتمشي، واللعيبة الجداد اللي أنت ممكن تستعين بيهم خلال الموسم الصعب اللي أنت هتبتدي بيه. والله هو طبعا فيش لعيبة جداد، لكن في لعيبة اللي عندنا فيها مشاكل اللي بنضطر نأيدها زي اللعيبه الاجانب، فدول هنشوف يعني المفاوضات توصل لفين وبعدين نقدر نشيلهم ونحط لعيبه 2001، واحنا اوريدي حاطين خمس لعيبه لكن احنا عاوزين على الاقل خمسه تانيين، واللعيبه في استجابه كبيره جدا من اللعيبه اللي احنا مأيدينها وعندها عقود كبيره بالنسبه للنادي الاسماعيلي، مش كبيره عليهم، هم لعيبه كبار، لكن اللجنه بتحاول تخلي توفر للنادي الاسماعيلي من المشاكل، واللعيب عندها استجابه جيده جدا، فاعتقد انه يقدروا يوفروا رقم جيد. قلت في المؤتمر الصحفي ان دي فرصه ذهبيه لابناء النادي الاسماعيلي في المواسم في الموسم الحالي والمواسم القادمه، انها هتعتمد على اكبر عدد من الناشئين لظروف النادي الاسماعيلي بيمر بيها يا كابتن. طبعا احنا في عاده بنحاول نعمل كده سواء في قيد او لا، لكن دلوقتي ما فيش قيد لمده ثلاث فترات، فعندنا يعني مهمه شديده الخطوره شويه ان احنا نختار، وخصوصا ان انا مش عارف اغلبيه اللعيبه ال 2001، فان شاء الله يعني في مع كابتن صبري في الاسبوع الجاي او الاسبوعين نقدر نعمل لهم تمرين ونعمل ماتشات ونختار افضل ناس نأيدها زياده. اخيرا يعني بقى كابتن ايهاب هيكمل مع النادي الاسماعيلي، كابتن ايهاب ممكن يمشي لو جاله عرض افضل، الحاجات اللي مصاره في الكلام ده عمره ما عايز توجه رساله كابتن ايهاب لجمهور النادي الاسماعيلي اللي هو عنده طموح كبير ومشروع كبير مع كابتن ايهاب جلال لعوده النادي الاسماعيلي لمكانته الطبيعيه. انا قلت يعني في المؤتمر لكن هقول تاني ان في الاول والاخر انا عمري ما عملت كده، انا ماضي لمده موسم ومعرفش مجلس اداره اللي جاي هيبقى يعمل ايه، لكن في الاول والاخر احنا شغالين ان شاء الله لغايه اخر الموسم هنعمل مجهود ونستنى توفيق ربنا، لكن في الاول والاخر ده نادينا وان شاء الله يعني احنا بنبقى دايما سعداء واحنا شغالين. امبارح تعاقدنا وكلمنا واتفقنا مع كابتن ايهاب، وكابتن ايهاب عنده رؤيه كويسه جدا، هيستخدم بعض العناصر الشابه الصغيره، وانا بقول الاسماعيلي عشان يقف على رجله لازم يدفع بالشباب، وبطالب الجماهير انها تساند الاسماعيلي، لان الموسم ده مفترق الطرق، يا تعتمد على الشباب وتبتدي وتبقى حافز الشباب تاني يطلع، يا اما هتبقى فيه مشكله لان انت ما عندكش مقدره تجيب لعيبه باموال كتيره والباب عندك مقفول، دي مشكله كبيره. فربنا يعني مفاوضات النادي الاسماعيلي واللجنه مع اللاعبين اللي ليهم مشاكل مع النادي الاسماعيلي نور الزموري وخالد النبريسي، يمكن في امل عوده اللعيبه دي مره اخرى يا كابتن؟ هو النبريسي بس يمكن اللي في كلام معاه لغايه دلوقتي ان احتمال يرجع، لكن مفيش الباقي لا ما صعب جدا، فنتمنى بس ان خالد يرجع، خالد ولد كويس لعيب كويس 20 سنه يقدر ياخد فرصه احسن مع زمايله ويبان بشكل افضل، فربنا سهل ان شاء الله. كابتن علي يمكن كابتن اهل صرح لو جه عرض مناسب لعبد الرحمن مجدي وبهر المحمدي يمكن هو قال ان ممكن ان انا وافق لظروف النادي الصعبه، وهو هيشتغل في الظروف الصعبه اللي بيمر بيها النادي الاسماعيلي حاليا. هنشوف، لسه ما قعدناش هنقعد مع بعض، ولو جه عرض مثلا جدي وكده لحد منهم هنشوف، لسه هنراجع مع بعض الكلام ده النهارده. تصعيد الناشئين دي هتبقى خطوه وفرصه كبيره للناشئين. لا في ناشئين واعدين ولعبوا الماتش الاتحاد، الكابتن حمزه اشرك ثلاث اربع لعيبه كانوا كويسين جدا، واحنا عندنا فكره عنهم يعني، مروان حمدي على مش عايز اقول طبعا اسماء، لكن في لعيبه واعده طبعا، الساعي لعب من بدري، في اياد العسقلاني برضو، في لا في لعيبه ان شاء الله تدريجا كده
هياخدوا فرصه. رساله الكابتن علي ابو جريشه والنادي الاسماعيلي مقبل على انتخابات مجلس اداره جديد والجمهور النادي الاسماعيلي في الظروف اللي بيمر بها النادي الاسماعيلي. يعني بالنسبه للانتخابات انا مالي ان يجي بالانتخابات يا رب يجي بالاحسن وبالاصلح. وانا كنت بناشد الجمعيه العموميه لان طبعا الجمعيه العموميه اهملت في خمس ست سنين اللي فاتوا وكانت بتتعمل في 10 دقائق وربع ساعه وده اللي وصلنا للطريقه دي. لابد ان كل واحد يتمسك بصوته، لابد ان كل واحد عنده ضمير ان يدي الصوت، عارف ان الراجل ده هينقود النادي بشكل كويس. انما اللي حصل اللي احنا بنعاني منه دلوقتي الخمس سنين اللي فاتوا كان الجمعيه العموميه بتاعت نادي الاسماعيلي تخلص في ربع ساعه. فارجو الناس تفوق وتدرك وتتدارك الاخطاء اللي وقعت فيها قبل كده. احنا جايين والوضع احنا متخيلينه وعارفينه، مش عايزين نقعد نقول نغمه ولاد صغيرين ولاد صغير، لا احنا عندنا ولاد صغيرين لكن عندنا مجموعه من اللعيبه كبار ان شاء الله نعمل دمج بينهم وان شاء الله نقدر نشتغل. وبقول حتى الولد الصغير لو قدر يثبت نفسه ويشتغل هياخد مكانه على طول يعني ديت، لكن احنا بنقول عندنا مجموعه من اللعيبه كبار يا رب نقدر بس نحافظ على المجموعه ديت ونشوف الاحتياجات النادي للناس اللي هتبقى موجوده معانا ونقدر نشتغل بيهم. احنا كلنا عندنا ثقه في ربنا ان شاء الله، عندنا ثقه في جمهور اسماعيليه. المهم جدا ان هو ما يضغطش على اللعيبه ديت لان ما عندكش ثلاث فترات قيد موقوف القيد، فهم دول اللي انت هتقدر تستعملهم. بس ازاي الجماهير يقف ورا الجماهير دي ورا الفرقه دي حاجه مهمه جدا، ازاي يبقى الجماهير، لان عندنا ثلاث نتائج جوه المباراه يا خالد، ممكن يمر عليك ثلاث نتائج في اي مباراه، تتقبل الكلام ده انك ازاي تقف ورا اللعيبه دي حاجه مهمه. احنا بنشتغل بمنتهى النشاط والله، يعني انا بقى لي شهرين ثلاثه شغال مع قطاع الناشئين مدير فني ومعايا كابتن سيد عبد الرازق طبعا وكابتن اسماعيل هيفني، يعني احنا شغالين بمنتهى الجديه. فاعتقد نفس الكلام ايهاب جاي بنفس النشاط بنفس الايجابيه وكابتن علي والناس، فربنا يوفق. يعني انت عارف لما يكون قدامك طريق صعب جدا وانت مش عارف الخطوره، انت بتخش داخل ومعتمد على ربنا سبحانه وتعالى وعلى يعني عملك وجهدك يعني ان شاء الله. يمكن خلال فتره وجيزه الكابتن صبري المنياوي حط ايده على بعض الناشئين اللي هم هيبقوا تدعيم للفريق الاول، ويمكن النهارده اتكلم الكابتن ايهاب جلال قال ان احنا الكابتن صبري عامل لنا ماتشين نقدر نحدد العناصر اللي يقدر يستفاد بيها النادي الاسماعيلي نظرا لايقاف القيد ثلاث فترات. هو انا على فكره بدانا عملنا فريق اسمه مميزين ودي كانت فكره كويسه جدا جدا. يعني اللعيبه دول عملنا لهم خمس ماتشات مع فرق كبيره جدا من السعوديه وكده يعني، وكان الاداء ممتاز. وهي اظهرت لنا يعني اظهرت لنا المواهب على حقيقتها يعني. فانا كلمت كابتن ايهاب وكتبت له ورقه بمجموعه اللعيبه كلها اللي هم كبار وصغيرين، يعني 2001 و2002 لحد 2008. احنا عندنا لعيبه ما حدش يعرف عنها حاجه، لعيبه 2007 و2006 يلعبوا دوري ممتاز دلوقتي وهيتالقوا بغرابه غير طبيعيه. وانا قلت للكابتن ايهاب قلت له خلي بالك من الاثنين دول، في عندنا ولد قصير محمود حجازي ده ما شاء الله عليه، عندنا ولد اسمه المخبر احنا مسمينه المخبر كده يعني ده صاروخ موجه، وعندنا القط ده برضو من الصواريخ. يعني كل اللعيبه اللي انا بتكلم عليها دي لعيبه كويسه جدا وهيخدموا الفريق الاول ان شاء الله. صعوبه الموقف يا كابتن صبري ان النادي عليه مشاكل كتير وعقوبات كتير وانتوا اتحطيتوا في مركب وان شاء الله انتوا قدها وان شاء الله مع الجهاز الفني واللجنه الفنيه وقطاع الناشئين عليكم امور صعبه كتير الشارع مقدرها، ان انت بتحضر بتعيد بناء قطاع ناشئين وبتعيد اختيارات للنادي الاسماعيلي وبتحل مشاكل للنادي الاسماعيلي عشان ترجع اسم النادي الاسماعيلي، يمكن انت بقالك شهرين متواجد ليل نهار في النادي الاسماعيلي. مظبوط والله. انا طبعا النادي الاسماعيلي ليه فضل عليا بعد ربنا سبحانه وتعالى، وانا انا عمري ما اتكلمت يعني اولادي مره مراتي زمزقت كده شويه فعمر واحمد قالوا لها ما تسيبيه ما تتكلميش، يعني النادي ليه فضل على ربنا عليا طبعا وعلى كل زمايلي. فاحنا انا ما اقدرش اتواجد في فتره زي دي واخرج ابدا يعني. شوف عماد سليمان هو طبعا ساكن في 6 اكتوبر وبيجي شبه يومي، وكابتن علي طبعا يعني شخصيه كبيره ما شاء الله بالظبط.